السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت شغال أنا ومجموعة من المبرمجين أصدقائي على تطبيق عن إحصاء وعد آيات وكلمات وحروف القرآن الكريم. ومن أسبوعين كده ولا أقل بعت لي صديق منهم إن هو لن يكمل العمل بالتطبيق اللي إحنا شغالين عليه. ولما سألته ليه مش هتكمل العمل بالتطبيق، أرسل لي فيديو للشيخ الدكتور إياد القنيبي بيتكلم فيه عن الإحصاء وعد آيات وكلمات وحروف والقرآن الكريم، وكان الملخص بتاع الفيديو زي ما هنشوف مع بعض إن شاء الله. مثلا أن كلمة يوم تتكرر في القرآن 365 مرة، كلمة شهر 12 مرة، وهكذا. قال بحثنا في برنامج واسم هذا البرنامج آيات. هذا البرنامج إخواننا ممكن تضع فيه يوم ويطلع لك كل الآيات التي فيها كلمة يوم، شهر يطلع لك كل الأيام التي فيها كل الآيات التي فيها كلمة شهر. طلعنا هالبرنامج وبحثنا عن عدد الآيات اللي فيها كلمة شهر مثلا، وبالفعل طلع الكلام باطل، العدد مش 12 كما يدعي البعض. يدعون أن هذه الكلمة تكررت هذا العدد، ويتناقلها الناس بل ويتناقلها بعض المشاهير في مجال الإعجاز العلمي للأسف الشديد، فتصبح وكأنها حقيقة مسلمة. هذا الكلام ينقلب أحيانا شكا وإلحادا لهالدرجة. والله لهالدرجة. بداية تذكروا قول أبي بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله كلمة بغير علم. ما بيجوز الإنسان يتناقل شيئا عن القرآن دون تثبت. إسلامنا علمنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بدنا برهان ودليل وحجة، ونحن والحمد لله لسنا بحاجة للتخاريف. طبعا لا يحق ان احنا طبعا نتداول اي كلمات او نقول كلمة في كتاب الله بغير علم، ولابد ان نتثبت من هذه الحقائق طبعا كما قال الدكتور اياد. ولذلك انا طبعا اخدت الكلام دوت وقمت قال طب ما تيجي نشوف نتحقق نتثبت، ما تيجي نتثبت. واول حاجة قلت هبدأ ببرنامج ايات اللي ذكره واخصه الدكتور اياد بالذكر في الفيديو بتاعه. ففتحت برنامج ايات وجيت على البحث وهكتب كلمة شهر، هكتب كلمة شهر في البحث وهبدأ أخش على كلمة شهر. البرنامج طلع نتائج البحث. نتائج البحث عبارة عن عبارة كلمة شهر هي 17. طبعا للوهلة الأولى أي حد هيبص من الوهلة الأولى هيقول إن أهو كلمة شهر ما جاتش 12 مرة زي ما بيقولوا، والكلام ده خطأ ومش خطأ. أنا من الوهلة الأولى عرفت إن الكلام ده مش مظبوط، وإن كلمة 17 دي لا تعني شيء، لان انا عارف ان السيرش في الداتابيز لو انا عندي تيبل، يعني عندي جدول في قاعده بيانات، والجدول ده عباره عن روز صفوف، ففي الغالب احنا في القران بنعمل الصفوف دي عباره عن هي الايات، فاكيد الرقم اللي بيرجع ده بيبقى عباره عن عدد الايات المسترجعه واللي هي لا تعبر عن كلمه شهر جاءت كم مره في القران. دي حاجه، ده معنى وده معنى تاني خالص، وهوريكم ازاي الفرق ما بين المعنيين. فكلمه 17 رقم 17 ده انا تخيلت ان هو عدد الايات اللي رجعت على طول. تعالى نشوف مع بعض. البقرة دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 آية. يبقى دي اول معلومة، ان رقم 17 معناه 17 آية، مش كلمة شهر تكررت كم مرة. لان انا لما رجعت الحقيقة اللي مكتوبة من الناس المعتبرة لقيت ان كلمة شهر مكتبين ان كلمة شهر مفردة ذكرت في القرآن 12 مرة، وكاتبين كلمة شهرين ذكرت كم مرة، كلمة اشهر ذكرت كم مرة، لكن كلمة شهر وردت في القرآن الكريم 12 مرة. فاول آية تيجي تبص عليها لقيت شهر رمضان، ادي كلمة شهر، ادي واحدة. لكن لما جيت كمل الآية بس كده لقيت فمن شهد منكم الشهر، الله دي كلمة شهر جت مرتين في نفس الآية، جت مرتين كلمة شهر جت مرتين منفردة هي في نفس الآية. فده معناه ان العد اللي موجود ده كده خطأ، صح ولا ايه؟ دي تاني غلطة هي موجودة في البحث. فمعنى كده ان واحد يقول لي طب ما كده معناها ان بقى 18 مرة، اقول لا مش عايزين نبص بقى بسطحية، عايزين نعد بقى كده، تعال نعد يدوي، نعد يدوي كده ونشوف مع بعض هل فعلا جاءت 12 مرة ام لم او ولا ما جاتش، مش لمجرد الرقم اللي طالع من البرنامج. فاول آية شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر، ادي مرتين كلمه شهر مفرده. بعد كده الشهر الحرام، ادي واحده بالشهر الحرام، ادي كمان اثنين، يبقى كده معانا اربعه، برضه هيتكررت تاني كلمه شهر. طيب الحج، الحج اشهر، اشهر لا اشهر بالجمع، ودي كلمه مختلفه، هم بيتكلموا على كلمه شهر مفرده الحقيقه اللي رجعتها. تمام، يبقى دي المستبعده. اللي بعديها الشهر الحرام، دي ماشي
تمام، يبقى كده معانا كام؟ معانا 5. طيب بعد كده تربص 4 أشهر. أشهر لا مش معانا. ماشي، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر لا مش معانا. تمام، فتحرير رقبة المؤمنة. فمن لم يجد فصيامه 2 شهر، برضو 2 شهر دي بالمسنة ودي مش تبعنا. طيب الآية اللي بعد كده ولا الشهر الحرام. ماشي كده تمام، يبقى كده عندنا كام؟ 6. جعل الله الكعبة. ماشي. والشهر الحرام ادي كمان ايه؟ 7. تمام، سورة المائدة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر لا مش معانا، احنا لغاية دلوقتي 7. فإذا انسلخ الأشهر لا مش تبعنا. إن عدة الشهور لا مش تبعنا. لا نكمل بس الآية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. شهرا جت أي شهرا ايه؟ فيبقى كده كام؟ 8. تمام؟ طيب ولسليمان الريح غدوها شهرا ورواحها ايه؟ شهرا. يبقى كده عندنا كمان 9 دي 10، ادي كده 10 مرات شهر. تمام؟ ووصلنا الانسان بولديه ايه؟ حملته امه ماشي ماشي 30 شهرا. شهرا يبقى كده 11 اهي مفرده. فمن لم يجد فصيامه 2، لا 2 مش تبعنا. خلاص؟ تربص ايه؟ فان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. اشهر لا، اشهر لا. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ادي كده 12. خلاص؟ يبقى كلمة شهر جاءت 12 مرة بالفعل مفردة أو بصيغة المفرد في القرآن الكريم. طيب بدون جدل تعال نروح على كلمة يوم. لو رحنا على كلمة يوم على نفس البرنامج لقيتها تكررت 415. طبعا احنا عارفين يعني ايه 415. 415 بالنسبة لنا يعني 415 آية، مش 415 مرة مكررة. دي خلاص احنا بالنسبة لنا بقينا فاهمينها. طيب انا مثلا هروح على بس حاجة اوضحها، لان انا ممكن يكون في ناس في دماغها دلوقتي بيمر ايه هي شهر ومجموع ومفرد، وتبدأ العملية ايه فيها شوية كلام في دماغه. طب تعالى كده مثلا على ادي البقرة الاية 255 اللي هي اية الكرسي مشهورة جدا، بيقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا، خلي بالك معايا، ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الايه العظيم. فين كلمه يوم؟ كلمه يوم لم ترد نهائيا في هذه الايه، ومعدوده ومعدوده. خلاص؟ امال جت ليه؟ طلعت في نتيجه البحث ليه؟ هقول لك انا جت ليه، لان الله لا اله الا هو ايه الحي القيوم. القيوم اخرها يه واو ميم، فاعتبرها يوم، فجت في نتائج البحث. نستفيد ايه؟ ان هذه البرامج، برنامج ايات وبرامج اللي شبهه، برامج غير متخصصه بالمره في الاحصاء والعد، ولا نعتمد نتائجها تماما. انا من يعني برمجيا بقول لكم لا، ما تعتمدوش الارقام بتاعت برنامج زي ده. في برامج متخصصه في الاحصاء والعد، في برامج متخصصه في الاحصاء والعد. تعال نشوف مع بعض برنامج من برامج من اكبر برامج الاحصاء وعد ايات وكلمات وحروف القران الكريم، ونشوف ازاي هنعد عليه. وبرنامج متخصص في احصاء القران الكريم واياته وكلماته وحروف، برنامج من عمل المبرمج محمد حمادي من الجزائر جزاه الله عنا خيرا. برنامج فيه خصائص، ويعني بصراحه متخصص في عمليه البحث في القران الكريم. انا هاجي نوت واجرب نفس اللي احنا عملناه في برنامج ايات. هكتب كلمه شهر، خلاص، بس هختار هنا من القايمه. طبعا مديني اوبشنز كتير، طبعا البرنامج غني جدا، بسم الله ما شاء الله. هاخش على احصاء الكلمات التي يوجد بها طبعا كلمه شهر، فيطلع لي اولا كلمات اللي جت فيها كلمه شهر. تمام، هم 12 شكل. خلاص، فكلمه شهر والشهر الشهر بالشهري أشهر لا أشهر لا مش عايزة، فأنا هدوس على دليل كده حذفتها. بالشهري ماشي، الشهر ماشي، أشهر ماشي، شهرين ماشي، شهرين لا مش عايزين شهرين، أمسح شهرين. الأشهر مش عايزينها، ولا أشهر مش عايزينها. خلاص تبقى معنا إيه؟ شهر والشهر، الشهر بالشهري، الشهري شهرا، شهر شهر. تمام، دي الكلمات اللي انا بدور عليها، كلمه شهر منفرده. اما جيت بصيت على الاحصاء اللي طلعوا لي البرنامج، قال لي الكلمات دي 12 تكررت 12 مره. الكلمات دي تكررت 12 ايه؟ 12 مره بالفعل. تمام، ودي الاشكال بتاعتها اللي موجوده في كتاب الله العزيز.
يبقى دي الورود سليم. طب تعال نجرب في البرنامج ده برضو كلمة يوم بنفس الأسلوب. هكتب كلمة يوم وهاجي على إحصاء الكلمات والحروف التي يوجد بها. خلاص إحصاء الكلمات التي يوجد بها، قال لي أدي يوم. لقيت بقى كلمات كتيرة، اليوم يوم ماشي، باليوم ماشي، يوما ماشي، اليوم ماشي، يوم ماشي، يومين. أنا مش بدور على يومين، أنا بدور على كلمة يوم مفردة. طبعا الكلمات الواردة هي 451، فقلت لا أنا يومين هشيلها، يوم اليوم يوم القيوم. أهي القيوم دي مش تبعنا خالص في كلمة اليوم خالص، فأنا هستبعدها أو هستثنيها. يوم عشان يبقى اللفظ دقيق، يعني يوم ليوم يومئذ. يومئذ مش يوم، أنا مش عايز، دي مش يوم بصيغة المفرد خالص. ليوم يوم يومكم، لا مش عايز يومكم أنا، يوم فاليوم يومهم، لا يومهم برضو مش هو ده المقصود. فاليوم ماشي دي بصيغة المفرد، يومئذ لا مش دي برضو، القيوم برضو لا مش دي برضو. فاليوم ليوم يومكم، لا يومكم برضو مش دي. فيومئذ لا برضو مش عايزينها. بيوم ماشي، يومهم لا مش عايزين يومهم، يومهم برضو لا. تبقى لنا بيوم واليوم. لما نيجي نبص على بقى الكلمات اللي الاخيره، يومي باليوم، يوما اليوم، يوم اليوم، يوم يوم ليوم، يوم فاليوم ليومي بيومي واليوم. خلاص دي الاشكال بتاعت كلمه يوم مفرده. الكلمات عددها في القران الكريم 365. يبقى كلمه اليوم المفرده دي جميع اشكالها، خلاص اللي هم 14 شكل، جت ب 14 شكل في القران الكريم. طبعا برضو البرنامج فيه برضو انك تقدر تشوفهم بدون تشكيل، لان بدون تشكيل هيقلوا عن العدد ده في الانواع الاشكال يعني. لكن المهم كلمه يوم بصيغه المفرد، بصيغة المفرد عددها 365، زي ما الناس المعتبرة في إحصاء القرآن الكريم قالوا بالظبط، وكانوا كاتبين كلمة يوم مفردة 365، وكلمة يومين تكرر كم مرة، وكلمة أشهر تكرر كم مرة، وكلمة الأيام تكرر كم مرة، وكلمة مش عارف إيه، كل الكلام ده محصى. فاليوم يوما بكلمة مفردة 365 لا نقاش، تأكدت إن هي كلام سليم، تثبتنا وطلع الكلام سليم. طبعا الحمد لله انا وريت الكلام دوت لزمايلي اللي كانوا بطلوا شغل، لما شافوه رجعوا الحمد لله استمروا وكملوا البرنامج وتاكدوا ان الكلام مش، طبعا اي علم من العلوم بيدس فيه وفي اخطاء، وفي ناس بتضرب بالارقام دي تنبؤات مستقبليه، وما بتكلمش على النوعيه دي خالص. لكن الاحصاء الموجود احصاء صحيح. خلاص التدلل بيه قصه تانية انا ماليش دعوه بيها خلاص، لكن بقول ان الكلمات الاحصاء موجوده، واغلب الاحصاء القراني، وهي حقائق فعليه موجوده. خلاص سميناها اعجاز، سميناها حقائق قرانيه عدديه، سميناها مش مهم، سميناها لطائف، سميناها زي ما الشيخ عايز يسميها، بس الكلام سليم والعد مظبوط بحمد الله. نرجو طبعا من الدكتور اياد جزاه الله عنا خيرا، واحنا نعلمه يعني ونتابعه يعني، وجزاه الله عن المسلمين خير طبعا، انه يتحقق من الكلام دوت ويشوف هيرد ازاي او يعني او يصلح. طبعا متابعينه كتير جدا، فنتمنى ان هو، ما اعرفش هيوصل له الفيديو ولا لا، لكن حبيت اشارك واكد ان الكلام ده مظبوط. وشكرا وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.